الاستمتاع يختلف عن السعادة. السعادة هي حالة كاملة بعيشها نتيجة شوية أهداف بوصلها أو مرحلة معينة بكون فيها سعيد، ولكن الاستمتاع ده لحظة، يعني مهارة ينفع أكتسبها وأتعلمها. إزاي أكون مستمتع؟ مبدئيا لو خدت قرار الاستمتاع، يعني لو قررت إن أنا هعمل أي فعل ولو بسيط أستمتع بيه، واحدة واحدة هعرف أستمتع بيه. إن أنا أكرر الفعل ده مرة واتنين وتلاتة، أو إن أنا أخلق لنفسي مجالات جديدة بتبسط بيها. مهم جدا إن أنا أكون مع ناس بتعرف تستمتع وبتحب تتبسط عشان اتعدي منهم، لان السعاده والابتسامه حاجه معديه. اخيرا ان انا اوجد مجالات جديده في الحياه، يعني كل ما بتعلم حاجه جديده بلاقي فيها متعه، لما بكتسب مهارات جديده وبعرف حاجه جديده عن نفسي ده بيخليني استمتع بشكل افضل وبشكل واعي.